يوم سعيد. حتى الساعة 9 عودة إلى الرياضة باعتبار اليوم حدث أولمبي عالمي كبير في العاصمة الفرنسية باريس، وهناك حضور على مستوى الإذاعة التونسية من خلال سناء البرهومي وزياد الخياري، وطبعا مبعوثي الإذاعة الوطنية التونسية قاعدين يخدموا في خدمة باهية، خاصة على مستوى الديجيتال وكل ما هو رقمي على الباج نتاع الإذاعة التونسية. هذه أول مرة حضور بهذه النوعية وبهذه الجودة، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لسناء وكذلك زياد الخياري. رفقي بوستة، عندك ما تزيد تضيف في مسألة الافتتاح نتاع اليوم في فرنسا؟ هو الحقيقة كما حكيت أنت سير حبيب، حدث منتظر، حدث عالمي، هو العالم الكل الأنظار نتاعو ستتجه إلى العاصمة الفرنسية، لأنه الحقيقة حدث رياضي كبير برشا. نعم. أكبر تظاهرة رياضية في العالم هي الألعاب الأولمبية، واليوم حفل الافتتاح وحفل غير مسبوق، لأنه لأول مرة باش يكون خارج الملعب الرئيسي، هذا جديد بالنسبة للألعاب الأولمبية في النسخة هذه، باش يكون على ضفاف نهر السين العاصمة الفرنسية باريس. هاو ناخذوا سنة يعني افتتاح رومانتيقي. الحقيقة العالم الكل ينتظر الفرجة اليوم اللي باش تكون حاضرة بالطبيعة. هاو ناخذوا سنة البرهومي موجودة في قلب الحدث وتعطينا آخر الأخبار بشأن حفل الافتتاح، لأنه هذا الحدث اليوم نذكر 6:30 متاع العشية حفل الافتتاح 6:30 بتوقيت تونس. سنة أهلا وسهلا بك. مساء الخير رفتي، تحية ليك وتحية لصحبيك. كما قلت رفتي، هو حفل استثنائي يكثر مع التقاليد السائدة كما تعودنا، باعتبار وأنه حفل باش يتم تنظيمه على طول 6 كيلومتر في نهر السين، باش يتم بطبيعة الحال بالنسبة للرياضيين قرابة 10,000 رياضي باش يكونوا موزعين على قوارب 85 قارب، حفل باش يكون في الهواء الطلق. بالنسبة للمتابعة باش تكون على ضفتي النهر، تم تركيز منصات باش يكونوا حاضرين فيها العديد من الجماهير، قرابة 300 ألف متفرج على الحضور على المستوى الشخصيات، باش يكون فما قرابة 80 رئيس دولة وحكومة باش يتابعوا الحفل. 80 رئيس دولة وحكومة باش يتابعوا الحفل، يعني تحذيرات كبيرة حتى على المستوى الأمني. صحبيب راهو تقريبا باريس عندها مدة قاعدة تعيش في ترتيبات أمنية صارمة جدا، واليوم تقريبا مع 5-6 متاع الصباح دوريات أمنية تسمع في طائرات معناها بنفق كثيف جدا، فإجراءات كما قلنا مشددة، وهذا طبيعي لقيمة الحدث وخصوصية باريس بطبيعة الحال. فيما يخص الفكرة متاع الحفل، هو باش يكون تقريبا رحلة بصرية عبر تاريخ باريس وهندستها المعمارية بين الماضي والحاضر. المشاهدين خاصة نحكيو على الجانب متاع التلفزة باش يتبعوا من خلال القوارب اللي تحمل الرياضيين، باش تكون مجهزة بكاميراوات تتمكن الجماهير من متابعة الحدث وقت اللي هما يتعدوا على طول نهر السين بطبيعة الحال، مع كاميراوات أخرى من جهة أخرى توري الحفل. الحفل سنة الحديث على 12 لوحة فنية، يظهر لي 12 لوحة فنية و3000 راقص باش يكونوا حاضرين في حفل الافتتاح، معاك الأجهزة التقنية سمعنا وانو هواتف ذكية باش يتم تركيزها على كل القوارب اللي باش تنقل الرياضيين. بالضبط بالضبط رفقي، لوحات فنية واستعراضية وموسيقية تم بالحال التحضير لها، بالإضافة إلى نجوم عالميين في الفن والرياضة والسياسة. بالنسبة للفن، فما حديث متاع على سيلين ديون، رغم وضع صحي لأنها موجودة في باريس، وحتى ماكرون كان رئيس فرنسا لمح قال نتمنى وإن شاء الله تكون حاضرة. فما المغنية من أصل مالي ناكامورا، فما ليدي جاجا اللي شاهدوا على مواقع التواصل الاجتماعي في باريس، يعني هذه بعض التسريبات لأنه فما تكتم على الأسماء اللي باش تكون حاضرة فيما يخص الفنانين. وفيما يخص الوفد التونسي كما تعرفوا الناس الكل، حمل الشعلة الأولمبية باش يكون مع خديجة الكريمي في التجديف وسليم الجماعي في الكانوي. هذه تقريبا معناها الفكرة العامة نتاع الحفل، وكما قلت لك حسب ما عينا توا تقريبا عندنا نهارين هنا في باريس، ترتيبات تنظيمية، ترتيبات عفوا أمنية صارمة جدا، وباريس كلها تقريبا تعيش على هذا الإيقاع. فما قلق شوية، فما شكون معناها قال لنا راهو يعني متقلقين من خاصة على مستوى
حركة النقل في المترو في بعض الأحيان فما بعض المحطات يتم غلقها خاصة المحطات القريبة للحفل موقع حفل الافتتاح. هذه الكل أدخل نوعا ما من الاضطرابات خاصة على اللي عندهم أماكن العمل نتاعهم الحركة الاقتصادية السياحة. هذه الكل فقط معناها حالة السلطات وأنه تقول فقط راهو نهارين وترجع الأمور بطبيعتها ونسق الحياة العادية والأغلبية ثم معناها استقبال بكل فرحة وترحاب لأنه العالم الكل بعد 100 سنة يرجع لباريس بعد آخر أولمبياد. فبالتالي أكيد نذكر تصريحها قالوا لي واحد من المنظمين قال لي احنا في بطبيعتنا الفرنساويين يعني ما يعجبنا حتى شيء أما وقت اللي يبدأ الحفل تو وقتها تتبدل الأمور يعني من طبيعة الفرنسيين. واضح. شكرا لك سانيال برهومي على كل التفاصيل اللي قدمتها. نعود نذكر إن شاء الله حفل افتتاح للألعاب الأولمبية اليوم 6:30 متاع العشية بتوقيت تونس. نعم إن شاء الله بالتوفيق سناء وكذلك زياد الخياري يعطيكم الصحة على الخدمة اللي تخدموا فيها وخاصة اللي تنزلوه على صفحة الإذاعة التونسية. شكرا رفقي بوسط. شكرا سي الحبيب. إن شاء الله المشاركة التونسية تكون مشرفة. إن شاء الله إن شاء الله الأمل قائم إن شاء الله النتائج تكون إيجابية ولأنه الحقيقة زادة ثم رياضيين اللي باش يكسبوا الخبرة نستناهم ممكن في مناسبات قادمة لأنه الحقيقة هذا واقعنا. نعم. إشهار.